في معركة ميدواي خسرت اليابان كامل قوتها من حملات الطائرات، وهي 4 حملات طائرات منها 3 في ضربة واحدة، لدرجة ان الكثير يعتقد ان الامر كان ضربة حظ لا تصدق بالنسبة لامريكا. لكن الواقع ان اللي حصل كان خليط بين العديد من الامور، من ضمنها كفاءة الطيارين الامريكيين، لكن اهمها واخطرها هو خطأ قاتل في تصميم حملات الطائرات اليابانية، خطأ قاتل متعلق بنظام السلامة والامان ومكافحة الحرائق. ومعانا حلقة جديدة من سلسلة حروب ودروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسني واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وور باس، برنامج اختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. ومعنا حلقة جديدة من سلسلة حروب ودروس. معركة ميدوي واحدة من اهم المعارك في التاريخ الحرب الحديث، وانا اتكلمت عنها قبل كده بالتفصيل، لكن ان الاوان نتكلم عن تفصيلة مهمة جدا داخل المعركة نفسها، تفصيلة كانت هي مفتاح هزيمة اليابان في المعركة ومنها هزيمة اليابان في الحرب. والتفصيلة هي غرق حملات الطائرات الاربعة المشاركة في المعركة. وعشان نفهم اللي حصل بالظبط لازم نعرف تفاصيل المعركة نفسها وليه النتائج اللي حصلت في المعركة حصلت بالشكل ده. الفلسفة العسكرية الأمريكية هي نقيض الفلسفة العسكرية اليابانية، ونقدر نقول مدرستين عكس بعض قلبا وقالبا. المدرسة العسكرية الأمريكية بتعطي أولوية قصوى لعوامل الأمان، وده منعكس عليهم في كل تصميمهم العسكرية وحتى منهجهم العسكري. أما اليابان فكانت تعتمد مبدأ الساموراي المبني على الشجاعة والإقدام على الموت، وعوامل السلامة والأمان لم تكن من الأولويات. مبدأ الساموراي كان موجود في المنهج العسكري الياباني وحتى في تصميم الأسلحة اليابانية، وصولا إلى حملات الطائرات. حملات الطائرات الأمريكية أعطت أولوية قصوى لمكافحة الحرائق وتصليح الأضرار، وتم تدريب أطقم مكافحة الحرائق على أعلى مستوى، والأهم هو تطوير نظام فعال جدا معتمد على غاز ثاني أكسيد الكربون لمكافحة الحرائق على حملات الطائرات. أما الحملات اليابانية فلم تعطي نفس الأهمية لمكافحة الحرائق، واقتصروا على التدريب الأساسي لمكافحة الحرائق، وده هيكون له ثمن غالي جدا في معركة ميدواي. وننتقل لمعركة ميدواي علشان نعرف مدى فعالية كل مدرسة من الاثنين في مكافحة الحرائق وإخمادها وتأثير الأمر على نتيجة المعركة. أوامر أدميرال إيشيروكو ياماموتو والأدميرال الناجومو قائد الأسطول كانت بتنص على تسليح نصف الطائرات بقنابل وأسلحة لضرب الأهداف الأرضية والهجوم على جزيرة ميدواي نفسها. أما النصف الآخر فهو مسلح بقنابل مضادة للسفن للهجوم على حملات الطائرات الأمريكية في حال رصدها، وأمروا بعدم مخالفة الأمر تحت أي ظرف. بدأ ناجومو هجومه على جزيرة ميدواي الساعة 7 صباحا يوم 4 يونيو 1942، وفوجئ بمقاومة شرسة من جزيرة ميدواي، وكان واضح ان موجة الهجوم الاولى لم تحقق هدفها وتقضي على دفاعات الجزيرة. لذلك وفي مخالفة واضحة لاوامر ياماموتو، امر ناجومو باعادة تسليح النصف الاحتياطي من الطائرات المعد مسبقا للهجوم على حملات الطائرات الامريكية باسلحة وقنابل مضادة للاهداف الارضية للهجوم على جزيرة ميدواي مرة تانية. لكن اثناء عملية اعادة التسليح وصلت انباء الاستطلاع عن تواجد حملات الطائرات الامريكية في المنطقة، وده الامر اللي حذر منه أدميرال سلوكو ياماموتو من البداية. هنا نجوم وقع في معادلة قاتلة، اما استكمال العملية الحالية والهجوم على جزيرة ميدواي مرة تانية والمخاطرة بانه يتعرض لهجوم من حاملات الطائرات الامريكية، او اعادة التسليح مرة تانية وتزويد الطائرات بقنابل مضادة للسفن للهجوم على الحاملات الامريكية زي ما امر ياماموتو من البداية. في النهاية استقر نجوم على الامر التاني وهو اعادة التسليح مرة تانية، وهنا تحول سطح وبطن حاملات الطائرات اليابانية الى قنابل موقوتة، قنابل وتوربيدات وطائرات متراكمة في كل مكان بشكل عشوائي بسبب عملية إعادة التسليح العشوائية جدا الناتجة عن أوامر نجومه. وهنا ينفذ حظ اليابان، لأن الطائرات الأمريكية بتهجم على الحملات اليابانية في أسوأ لحظة ممكنة، وهي لحظة إعادة التسليح والتزود بالوقود، وبالتالي أصبحت الحملات اليابانية قنابل موقوتة في انتظار شرارة الانفجار. بتتعرض 3 من أصل 4 حاملات طائرات في الهجوم لإصابات مباشرة، لكن إصابة حاملة طائرات لا يعني غرقها، وهنعرف ليه دلوقتي لما نتكلم عن حملة الطائرات الأمريكية يوركتاون. لكن اللي حصل مع حملات الطائرات اليابانية هو إن تم إصابتها في الوقت اللي سطح وبطن السفن كان مليء بالقنابل والذخائر والوقود. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة ان اليابان استخدمت نظام مكافحة حرائق بدائي على حملات الطائرات اليابانية، وتدريب اطقم مكافحة الحرائق لم يرتقي ابدا لمستوى الموقف، وبالتالي خلال دقائق التهمت النيران حملات الطائرات اليابانية من الداخل وقضت عليها، ولم تستطع فرق مكافحة الحرائق اخماد النار او السيطرة عليها، وبكده خسرت اليابان 3 حملات طائرات في خلال نصف ساعة بس بسبب ضعف انظمة مكافحة الحرائق. حملات الطائرات اليابانية المتبقية رصدت مجموعة الحاملة الأمريكية يوركتاون وأطلقت هجوم عليها، هجوم بيعرض يوركتاون لثلاث إصابات مباشرة. لو حاملة طائرات يابانية تعرضت نفس الإصابات فهتغرق خلال ساعات،
لكن بسبب أنظمة مكافحة الحرائق الأمريكية المتطورة المبنية على غاز ثاني أكسيد الكربون والتدريب العالي لأطقم مكافحة الحرائق، نجحت في إخماد الحرائق داخل السفينة عن طريق إطلاق منظومة غاز ثاني أكسيد الكربون داخل السفينة، وخلال ساعتين عادت يوركتاون مرة تانية للخدمة، لدرجة إن اليابانيين هجموها مرة تانية وهم متأكدين إنهم بيهاجموا حاملة طائرات مختلفة، لأن لم يكن على الحاملة أي آثار إصابات، وده ناتج عن كفاءة فرق الصيانة وفرق مكافحة الحرائق. لكن المرة دي بينفذ حظ يوركتاون وبتغرق، لكن بسبب شدة الإصابات وليس ضعف فرق مكافحة الحرائق والصيانة. أما حاملة الطائرات اليابانية المتبقية فلاقت نفس مصير إخواتها، مع أول إصابة مباشرة تحولت إلى كتلة نار لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن إنقاذها وغرقت خلال ساعات. بالنسبة لنتائج المعركة، فأمريكا خسرت حاملة طائرات واحدة خلال المعركة، ودي خسارة معقولة جدا مقابل النجاح المبهر في المعركة. اليابان خسرت 4 حاملات طائرات بسبب مجموعة من العوامل، أهمها وأخطرها هو افتقار الحاملات لنظام مكافحة حرائق فعال، وده ترتب عليه خسارة 2/3 قوة اليابان من حاملات الطائرات الرئيسية، بالإضافة لخسارة 3000 من أفضل طيارين وملاحين وفنيين صيانة البحرية اليابانية في المعركة، خسارة لا يمكن تعويضها تحت أي ظرف من الظروف. ومن اللحظة دي في الحلقة هننتقل للدروس المستفادة. وفي حلقة اليوم درس عملي مهم جدا، وهو ضرورة الاهتمام بكل العوامل وعدم اهمال اي منها. ومن ضمن العوامل المهمة في اي شيء هو عامل الامان. اليابان اهملت عامل الامان وخسرت 4 حاملات طائرات، ومعها خسرت المبادرة والحرب بالكامل. ما ينفعش انك تركز كل طاقتك وتركيزك على زاوية واحدة وتهمل الزوايا او العوامل الاخرى، لازم تهتم بكل العوامل المتعلقة بالامر. الدرس ده يمكن تنفيذه على اي مجال عملي او شخصي، وهو درس الاهتمام بكل الزوايا والعوامل المهمة وعدم اهمال اي منها. ولحد هنا بكون وصلت لنهايه الحلقه، واتمنى انها كانت حلقه مفيده وممتعه. لو حابب تدعم القناه على باتريون فهتلاقي لينك الدعم موجود في وصف الحلقه واول كومنت، لكن اهم دعم ممكن تقدمه للقناه هو اللايك والشير عشان الالجوريزم اليوتيوب. فاذا عجبتك الحلقه فعليك باللايك والشير بقدر الامكان عشان الحلقه والقناه توصل اكبر عدد من الناس، واشترك في القناه لو مش مشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك الاشعارات اول باول، مع ملاحظه ان 80% من المشاهدين هم غير مشتركين في القناه، فيا ريت نشترك في القناه عشان القناه توصل اكبر عدد من الناس. لكن كالمعتاد اهم حاجه عندي هي ارائكم في الكومنتات، لان ارائكم فرصه كويسه لتبادل اراء والافكار وبتساعدني على تحسين مستوى المحتوى. دمتم بصحه وعافيه، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.